هاد المظاهره اللي داروا على هذاك الامام في هذاك المسجد، انا كنشوف لان هاد الناس اللي كيدخلوا يصليو كيخصهم يصليو بواحد الخشوع، ماشي يشوفوا شكون اللي غادي يصلي بهم ولا هذاك الامام ولا غيره ولا شي حاجه. حنا دابا ملي كندخلوا للمسجد الله سبحانه وتعالى كيكون كيشوف فينا وحنا كنكونوا في الخشوع، والانسان الا غادي يدخل يصلي خصو ما يقلب لا على امام ولا على مؤذن ولا شي حاجه، يدخل يصلي يؤدي الواجبات ديالو ويمشي في حالته. يلا سمعت بهذاك الشيء اللي طفاس اللي تقلبت الصلاه على قبل حتى تبدلوا الامام، عزت تعزل الامام ديال واحد الجامع، الناس داروا مظاهره في الجامع كنت حسبي الله ونعم الوكيل، بغاو شي يصليو تلغى الصلاه ديال الجماعه. انا بالنسبه لي هادشي غير تخربيق، ماشي تخربيق، مي بون الصلاه راه الصلاه، راه الصلاه ديال الله ماشي ديال الامام، راه كتصليش الامام راه كتصلي الله، راه الامام بغا يصلي بك يصلي بك محمد ولا يصلي بك العربي، راه الصلاه غتصلي الله ما تصلي حتى شي واحد اخر. دونك الشعب شويه خصو يزيد شويه قدام، الا بغينا نهضروا على ذاك الامام اللي تعزل ديك في بلاصه اخرى ماشي في وسط الجامع، الجامع راه بيت الله شي حاجه مقدسه شي حاجه فهمتي، شي حاجه اللي غنخليو نحيدوا منها كاع المشاكل. انا بالنسبه ليا كان يمكن كان نلقاو حل اخر، الحل الاخر هو انه نمشيو يقدروا يدويو مع وزاره الاوقاف الشؤون، يقدروا يديروا وقفه احتجاجيه في وزاره الاوقاف، يقدروا يصيفطوا بلاغات لوزاره الاوقاف باش يرجعوا ذاك الامام، اما باش انيليو الصلاه كامله ديال نهار الجمعه انا كيبان لي هذا الشيء. بالنسبه ليا الراي ديالي في ذاك الامام اللي غونبلاصاو بدون سبب، انا مع دوك الناس المصلين اللي قطعوا الصلاه، وخا الصلاه ما خصهاش تقطع ولكن خصهم يعطيهم السبب علاش ذاك الامام لغاو بدون سبب وحيدوه، وذاك الامام مولفين عليه وديما كيصليو عنده خص السبب. وزعما في الراي ديالي انا معاهم، انا مع يقطعوا الصلاه وخا الصلاه ما خصهاش تقطع ولكن معاهم هذيك تضامنا. انا ضد هذه الفكره ديال هاد الناس اللي لغاو هاد الصلاه ديال الجماعه، لان هاد البيت المخشي ديال ماشي برلمان باش يلغيو على هاد السبب، خاصو اول حاجه يكون الخشوع وما يفكر حتى شي فكر اخر من غير الصلاه كيف ما كان النوع ديال الامام. Je suis bien évidemment musulman. Donc j'ai eu écho donc de la manifestation qui s'est tenue donc dans la mosquée à Fès. Je pense que on devait quand même trouver une solution amiable et faire ça d'une autre manière, parce que la Oumma islamique, tout ce qu'elle veut, c'est une entente parfaite entre nous. Espérons qu'il y aura une issue favorable. Et c'est ça qu'on souhaite donc de tout cœur, que les esprits se calment et que tout redevienne à la normale. Oui, bien sûr, je suis en face. بان مسجد بدلوا امام وجاء امام، هادشي راه ما كاينش في المغرب، ما عمرنا ما عشنا في هادشي. حنا المسجد يعبدوا فيه ان الله، الله ما تيتكلموش فيه، في المسجد خصك تقرب الله عز وجل تخشع فيه، وهادشي اخويا اللي داروا هاد الناس راه ما هادشي اللي داروا هاد الناس راه ما يتقبلش كاع على كلشي. انا ضد هاد المظاهره اللي داروها في الجامع، خصهم على الاقل يخليو حتى يساليو الصلاه ديالهم، وامام جا امام جا امام بحال بحال، حتى من بعد ويتناقشوا هذاك مكان مقدس والصلاه والعباده ماشي ديال التظاهرات، بغاو التظاهرات كاينه بلاصتهم، خاصهم يشوفوا هما جاوا على قبل يعبدوا الله ويخشعوا ويسجدوا هذاك الشيء لله، ماشي باش يحدوا الامام. هما راه كلهم ائمه واحده، يعني ما اختارهم المجلس ديال العلم والدين غير لهذا، غير زعما انهم كفء ماشي غير جاوا حطاهم تمايا. واش نقول لك، ما متفقش معاهم في هذه النظريه اللي داروها، حيت الجامع شي حاجه مقدسه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فاش كتدخل ديك الساعه كيولي قلبك مع الله سبحانه وتعالى، ماشي مع الامام ولا مع صاحبك ولا مع عشيرك ولا مع والديك، ديك السلام بينك وبين الله سبحانه وتعالى كتشكي لي داك الشيء اللي كيضرك انت. اما هادشي ديال الامام اخويا انا ما متفقش معاهم، وداروا غلط كبير، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يقدر يسامحهم على هاد اللعيبه اللي داروا.